عندنا مدة نحطوا الأخبار نلقاوها مبلعة بصفارات الإنذار. هاي البلاد باش تفلس، هاي الديون مش باش تخلص، هاي الوضعية كارثية، وحطمنا أرقام قياسية في المديونية. والمرة هذه ما هيش فجعات وهستيريا جماعية، هناك أزمة لا أحد يشك في ذلك. خلنا نعطيك المعطيات الموضوعية. المديونية متاعنا وصلت فعلاً لرقم قياسي تاريخي، 100 مليار دينار، 90% من الناتج الداخلي الخام، وترقيمنا السيادي طاح لأدنى مستوى من اللي بدينا نترقمه عام 1995. في 2021 وحده ساك سلفنا 21 مليار دينار، وفي 2022 ناويين نزيدوا 20 أخرين، ونسبة البطالة طلعت 18%، ولو عندنا أكثر من 760 ألف بطال. السؤال هو التالي، كيفاش وصلنا للوضعية هذه؟ شنو اللي ممشيش؟ وقديش خسرنا في الثنية؟ سلام، هذا أول تحليل في فلوسنا، مرحبا بكم. بالطبيعة الوضعية هذه ما بدتش اليوم ولا عام ناول، عندها سنين وهي تتراكم وتتعمق. أما اليوم وقفت الزنقة للهرم، أك الترقيع والتلفيق اللي عدينا بيهم الأعوام اللي فاتت ما عادش يقضيهم. اليوم خلينا جوست نحاول نفهم شنو اللي صار لنا واحدة واحدة. أكثر مؤشر يعبر على حال اقتصاد بلاد هو نسبة نمو الناتج الداخلي الخام بتاع الحلقة الأولى. أما باش نفهموا شنو اللي ممشيش، لازم نشوفوا النمو بتاع كل قطاع وحده، ونشوفوا شنية القطاعات اللي أمورها تعبة بين 2011 و2019. هنا نلقاو ثلاثة قطاعات عاملة معدل نمو سلبي: الفوسفات إلا 4.4%، البترول إلا 9.2%، والسياحة إلا 0.7%. ديجا هذوما إنتاجهم نقص، عاملين تقهقر مش نمو. وفي اللي عاملين نمو بالرسمي، أقل واحد هو قطاع الصناعات المعملية 0.35%. لاحظوا اللي كلها قطاعات من أهم مصادر العملة الصعبة اللي تدخل للبلاد. اليوم باش نقارنوا تطور نمو القطاعات هذه بعد الثورة تطوروا بين 2000 و2010، ونحاولوا نقدروا قديش كنا نجم ونربحوا كان قعدنا في نفس المستوى بين 2011 و2019. اي باش نقفوا في 2019 باش ما تدخلش فيها الكورونا. بالطبيعة هذا تمرين نظري يفترض اللي العوامل الاخرى اللي تأثر على اقتصادنا الكل تقعد هي بيدها. نبدأ بالصناعات المعملية، أسهل واحدة. مؤشر الإنتاج الصناعي قال لكم راهو حجم إنتاجنا الصناعي كان يزيد بمعدل 1.8% سنوياً بين 2000 و2010، ولا ينقص ب 0.8% بين 2010 و2019. وهكا طاحت مساهمة الصناعات المعملية في البي بي بتاعنا من 16.6 ل 15.5%. ريتها كالنقطة اللي خسرناها ما تحقرهاش، خاطر كانت ترجمها فلوس على هاك العوام الكل تلقاها تسوى 8 مليار دينار. هات نشوف الفوسفات. اوه عندك ما تشوف مع الفوسفات. بين 2003 و2010 كان معدل انتاجنا السنوي الاهم 3 منتوجات فوسفاتية 4.4 مليون طن سنويا. بين 2011 و2017 طحنا 1.5 مليون طن. الانتاج تقسم على 3، وبالطبيعة كيتيح الانتاج يتيح التصدير، وهذاك كيفاش ضيعنا تقريب 10 مليار دينار عملة صعبة في 7 سنين. كانوا ينجموا ينقصونا من التدين الخارجي اللي غرقنا فيه. يظهر لي تعرفوا علاش الانتاج نقص، سهلة هذه، خاصة في الفوسفات اللي قعد حابس أكثر من اللي قعد يخت. هانا تهنينا عليه تاو. تحبوش تشوفوا البترول؟ ما قال لك وينو البترول؟ هاو البترول. انتاجنا من النفط هبط من 8.3 مليون طن عام 2010 ل 5 مليون طن عام 2019، وهكا العجز الطاقي متاعنا تعدى من معدل 413 مليون دينار سنويا بين 2000 و2010 ل 3.7 مليار دينار بين 2011 و2019. يعني في 10 سنين العجز متاعنا تضرب في 9 وزاد بتقريب 33 مليار دينار. وبالطبيعة المؤسسات العمومية اللي تخدم في الطاقة واللي تقريب تفلس، إتاب وستير وستيج، رصت لهاش الدولة تصب لهم في الفلوس باش تمنحهم. إعادة بين 2011 و2020 صرفت عليهم 16.6 مليار دينار وباقي فلسي، خلطوا ل 2018 مسالين في 10 مليار دينار. سيبون لقيتوه البترول؟ تحبوش يتعملوا فاكونس ولا ويكاند في أوتيل؟ برا نشوفوا السياحة. باش نفهموا قداش خسرنا في السياحة، لازم نقارنوا المداخيل السياحية بتحويلات التونسيين بالخارج، خاطر هذيك أكثر حاجة ستابل، تطورها قليل وين يتأثر بالعوامل الخارجية. وهو باش نبداو نحسبوا من 2004 باش نتجنبوا اثار 11 سبتمبر 2001، وباش نقفوا في 2019 كالعاده باش نتجنبوا سنوات الكورونا.
بين 2004 و2010 مداخلنا السياحية كانت في معدل 123% من حجم تحويلات التونسيين بالخارج. بعد بين 2011 و2019 طاحت 74%. عملنا مداخيل سياحية بقيمة 30 مليار دينار تقريبا، وقت اللي كنا نجم ونخلطوا 49 مليار دينار، يعني خسرنا 19 مليار دينار. هذه زادة ظاهرة عمايلك الدواعش يبرك قوايمهم كما بركونا السياحة. إجا نلموها كل مع بعضها تاو. بين 2000 و2010 اقتصادنا كان يعمل في نمو بمعدل 4.4% سنويا. بعد بين 2011 و2019 طحنا ل 1.6%، يعني خسرنا 2.8% سنويا. هذوما يجيو انتاج معدل قيمته تقريب 5.5 مليار دينار في العام، معناها على 9 سنين فما مونكا غانيي ب 49 مليار دينار. وانت تعرف اللي النمو هو اللي يخلق مواطن الشغل ويمول ميزانية الدولة و ما تعرفش؟ برا راجع الحلقة الأولى يهديك. في بالك نقطة واحدة نمو تخلق لك 20,000 موطن شغل؟ يعني نظريا في 9 سنين كنا نجمو نخلقوا 504,000 موطن شغل إضافي. راهم قعدونا 120,000 بطالة كهو على 624,000 اللي كانوا عندنا في 2019. مازال نتصورك تعرف اللي أهم جزء في مداخيل الدولة هي المداخيل الجبائية، راه يتمثل ثلثي مداخيل الدولة بين 2011 و2019، وتعرف اللي هي تطلع مع البي بي وتطيح معاه. هذه لازمك ترجع لها الحلقة الثانية. برا ناخذوا هاك 49 مليار دينار اللي كنا نجمو نصوروهم كان قعدنا في مستويات النمو القديمة، ونطبقوا عليها معدل الضغط الجبائي بين 2011 و2019. اش نلقاو؟ نلقاو حاشا عويناتك 10 مليار دينار مداخيل جبائية ترزينا فيها. 10 مليار دينار، شكون زاد؟ ايجا نزيدك، فما ثروة اخرى تتخلق في البلاد وما تتحسبش في البي بي خاطرها مخبية. الاقتصاد الموازي يا تونس، الحلقات 17 و18. راهو كان عاملنا نقص في المداخيل الجبائية يساوي 6.8% من البي بي عام 2010، بين 2011 و2019 طلع 8.5%، يعني زاد سنويا 1.7%، وخسرنا في موارد جبائية إضافية بقيمة 16.7 مليار دينار. حصيلوا بين النقص في النمو وتفاقم الاقتصاد الموازي ضيعنا تقريب 26.7 مليار دينار موارد جبائية. هل تعلم أنه بين 2011 و2021 ديوننا زادت 58 مليار دينار، واللي كنا نجم نزيدوا 31 مليار دينار كهو كان قعدنا في نفس مستوى النمو. إيه نعم، كنا نجم نهبطوا نسبة الدين من البي بي من 90% ل 66% عام 2021. حتى الكورونا رانا خرجنا منها بأقل أضرار، من غير ما نتورطوا ونولي ونلحلحوا بصندوق النقد ونخموا في نادي باريس وغيرهم. بالطبيعة أسباب تراجع اقتصادنا ما فيهش كان هذا، أما هذا واضح وملموس، والأهم نجم نقيسوه ونقيموه، ما نقعدوش في تخمينات ونظريات مستحيل إثباتها. الله غالب احنا ناس قدم ومقارباتنا قديمة، نحبوا الواقع والأرقام والمعطيات الثابتة. اوكي بومر. وهي قالت لنا راهو اللي صار باختصار ما عندوش علاقة بتوزيع الثروة ولا بسرقتها، اللي صار هو انه خلق الثروة طاح، انتاجنا طاح، اشخلى مدخولنا طاح معاه، في المقابل مصروفنا زاد من 8% سنويا قبل الثورة ل 10% بعدها. اشخلى ديوننا زادت حتى لين تورطنا. وكان تحب تفهم الورطة اللي وصلنا لها اعمل طلع على الحلقة 33. توا انت كي تسمع هكا تقول واضحة العملية، الكل من الثورة هي اللي بركتنا، وتنسى اللي حتى قبل الثورة ما كناش لباس. تي احنا ما وصلنا للثورة واللي بعدها كان في جرة الخوار اللي كان موجود قبلها. كل واحد حر في رايه، اما احنا فريق البرنامج هذه قناعتنا، المشكلة مش من الثورة، من اللي كانوا فيها سبب ومن اللي ركبوا عليها من بعد، ومننا نحنا زاد. اما الكلام هذا مش وقته، ما زلنا ماناش حاضرين باش نسمعوه، ولكن اكيد باش نرجعوا له قبل ما توفى السيزون. ردوا بالكم على فلوسكم أو ما بقي منها. سلام.